آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى أبو بكر الصديق عند سماع هذه الآية، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ إنها آية مثل كل آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول، وقبل وفاته بتسعة أيام نزلت آخر آية من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبدأ الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أريد أن أزور شهداء أحد. فذهب إلى شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق. وأثناء رجوعه من الزيارة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللهم إنا نسألك أن نكون منهم يا الله. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم.